السيدات والسادة، الحضور الكرام، المرأة المصرية عطاؤها لا يفنى وتنطلق حدودها للسماء. الست المصرية من يومها عمود بيتها وسند بلدها وأسرتها، طول عمرها مكافحة وقيادية. أول ما الفرصة بتجيلها بتكبر وتكبر كل اللي حواليها، وده اللي المجلس القومي للمرأة بيحققه من خلال مشاركته في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بكرة حياة كريمة، ببرامج مش بس بتستهدف الستات لكن بتستهدف الأسرة كلها. أسس لنفسك بيتا واتخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك، قالها حكيم مصري قديم. نماذج كتير بنشوفها في ستات إيديهم في إيد أزواجهم، قدروا مع بعض يوصلوا ببيوتهم لبر الأمان. والمعسكر تناول موضوعات كتيرة تخص الأسرة عموماً، الأطفال والتربية المتوازنة، وإزاي يبقى فيه نوع من المشاركة في التنشئة وإن الواحد يعرف أدواره كأب وكأم. بنتكلم عن التعبير عن المشاعر، ودي بتبقى جلسة من الجلسات الجميلة جداً. ناس كتير قوي ما بتعرفش نفسها وما بتعرفش مشاعرها، وتبتدي تتعرف على ذاتها في الجلسة دي. المعسكر نقطة تحول في حياتي، هو علمنا فعلا بجد ان احنا نكون ازاي زوجين متفاهمين، ازاي ان الهدية مهما كانت بسيطة ليها فرق مع الست، ازاي ان انا لو طبطبت عليها او اخدتها في حضني دي بالنسبة لها حاجة كبيرة جدا. عشان الست تقدر تدبر بيتها لازم تحط ميزانية وتحدد احتياجات اسرتها الحقيقية. برنامج التثقيف فرق معايا كتير، ابني كان هيطلع من الجامعه بسبب المصاريف، فقلت له ما يهمكش بقى، انا معايا دخل ومعايا فائض، ما تشغلش بالك وكمل تعلمك، واهم حاجه ان انت يكون عندك هدف وتحققه. زي كل متدربه هي بمثابه دايره نور للدايره الصغيره اللي حواليها، فلو مش كل القريه ضربت مجرد المجموعه المستهدفه اكيد هتفرق مع المكان كله. انت تيجي دلوقتي تلاقي عندنا البلد دلوقتي اللي فاتحه مشروع اعلاف، اللي فاتحه ملابس، اللي الستات طورت من نفسها، وكل واحده بقت لها ميزانيه خاصه بيها تيجي بحاجه هي عايزاها لاولادها. عمر ما حد فكر فينا ولا حد فكر في الست اصلا اللي عندنا في المركز غير المجلس القومي للمرأة. التراب في ايديها بيبقى ذهب، هي دي الست المصريه. طب ولما تلاقي الإيد اللي تساعد وتدرب النتيجة بتبقى مبهرة. في سيدات ما بتقدرش تخرج في مصنع، تبقى هي محتاجة تشتغل وتدخل مصدر رزق وتساعد زوجها وأولادها، فإحنا بدأنا ننزل لهم. إحنا قفلنا 4 ورش، أنتجنا 15,625 شنطة. بقيت نقدر إن أنا نساعد جوزي لو قال لي هندخل في جمعية ولا كده، لا نقول له خلاص ادخل، أنا كده كده بقيت شغالة وحاسة إن أنا بقالي كيان معنا أصح. وكل الستات اللي هما بيشتغلوا معنا كمان كلهم بيتمنوا إن المشهد ده يفضل شغال. أنا لما شفت فرحة أولادي وهما شايفين الفوانيس إن أنا مطلعاها كنت مبسوطة من جواي إن أنا بقالي شخصية وإن أنا بعمل حاجة حلوة تنفع حد غيري. عندهم طموح مش طبيعي وعندهم فعلا مواهب، يعني انا مجرد ما بعلم غرزه في المكرميه انا بلاقيهم اشتغلوا وطلعوا انتاج انا ممكن اخد منهم فكره. الغرض من التعليم ان احنا نعلمكم انتوا، وانتوا اللي تقوموا بالقريه بتاعتكم كلها، يعني انتوا اللي هتنموها مش احنا. بدات ادرب حد من صحابي وقرايبي وكده ان هم يبقوا معايا ويساعدوني. بس اعمل حاجه يعني اولادي يتشرفوا بيا ويقولوا ده والدتنا بس ما شاء الله عاشت علينا، كبرتنا وربتنا وعلمتنا. كل بيت ناجح أساسه الحب والتفاهم، وكل ست عشان تنجح عايزة دعم ومهارة وخامات، لكن الخامة الأساسية اللي بيتبني عليها أي نجاح هي الحب. خامة بنشوفها واضحة في عيون كل ست ناجحة، واللي المجلس عمله مجرد خطوة في مشوار حب طويل عنوانه الست المصرية، هدفه الأسرة كلها. والأسرة الناجحة هي أساس الوطن العزيز القوي اللي كلنا بنقوى وهنقوى بيه.